وهذا يقول: ما حكم غسل الوجه بالصابون عند كل وضوء، وما حكم من فعله استحبابا؟ يعني تعبدا. أما من فعله تعبدا فإنه متنطع في العبادة، مبتدع، يجب عليه أن يكف عن هذا. وأما من فعله تنظيفا فينظر، إن كان هذا الرجل يعتري وجهه وسخ فيما بين الصلاتين ويريد أن ينظفه بالصابون فلا بأس، وإلا فلا يفعله.